صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث، تزامنا مع دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى عقد لقاء تشاوري في الديمان برعاية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. يتوافد أو يصل اليوم الوزراء حاليا إلى الديمان. بدي رحب بضيفي قبل ما ننتقل للديمان، رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين سيمو أبو فاضل. معك رح نناقش هذه الخطوة الاستثنائية وأيضا غير عناوين متعلقة بالمحليات بالاستحقاق الرئاسي وأيضا البيانات الخليجية. بس اسمح لي بدي انتقل لزميلنا توني منصور يلي رح ينضم لنا من الديمان مع وصول الوزراء الى هناك. توني تفضل، صرت على الهواء، نحن عم نتابع وصول الوزراء. نعم، حتى الساعه من الديمان نذكر بانه نتابع وصول الوزراء الذين سوف يشاركون في هذا اللقاء التشاوري. ومنذ لحظات وصل رئيس حكومه تصريف العمل نجيب ميقاتي لعقد هذا اللقاء التشاوري. جوزفين، اود اشير هنا ان هو لقاء تشاوري وليس جلسه وزاريه او جلسه حكوميه، كي يعني لا تكون هناك مشكله دستوريه. اذا لقاء تشاوري لبحث ملفات تهم المجتمع اللبناني كما ذكر الوزراء، وابرز هذه الملفات النزوح السوري ايضا ومجتمع الميم او المثليين بحسب ما صرح الوزراء، علما ان كان بيان صادر عن اوساط حكوميه قال ان هذا الطرح لن يطرح في هذا اللقاء التشاوري، لكن وزير الزراعه قال منذ قليل ووزير الاعلام ايضا صرح وقال ان هذا الملف سوف يطرح في هذا اللقاء التشاوري. اذا الملف السوري سوف ياخذ الحصه الاكبر في هذا اللقاء التشاوري. هذا اللقاء غاب عنه وزراء التيار وايضا وزير السياحة وليد نصار، لأن الدعوة كانت صادرة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وليس من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. هذا اللقاء أتى لتمتين المجتمع اللبناني ولتمتين الوحدة الوطنية بحسب البيان الصادر عن الحكومة اللبنانية، إلا أن قد يطلب أيضا أن نقل هذا الملف أو ملف النزوح السوري ينقله البطريرك الراعي إلى حاضرة الفاتيكان يناقشه مع قداسة البابا. الوزراء المشاركون إذن أتوا لبحث هذه الملفات وأيضا ووضعوه في إطار اللقاء التشاوري وشددوا على ذلك. أيضا الملف التربوي لن يحضر في هذا اللقاء كما علمنا، لكن سوف هناك يكون بحث مطول ومعمق في شأن الملف السوري. وزراء التيار غابوا، وأيضا وليد نصر الذي كان قد شارك في جلسات حكومية وأمن النصاب في جلسات حكومية سابقة، إلا أنه يغيب اليوم عن هذا اللقاء التشاوري واعتبر أن الدعوة صادرة من الرئيس الحكومة وليس من البطريرك الراعي. جوزفين. نعم توني، شكرا لك على هذه الرسالة. طبعا سنتابع معك بعد قليل إذا كان هناك من معلومات حول مضمون هذا اللقاء التشاوري والمواضيع التي سيطرحها الرئيس الحكومة والوزراء المرافقين له مع البطريرك الراعي مباشرة من الديمان. كنت معنا توني منصور، شكرا لك، ورح نرجع لعندك بعد شوي. صباح الخير مجددا استسمو، اهلا وسهلا فيك. ببدا من الديمان، اهلا وسهلا. بدي ابدا من الديمان، يعني اليوم في البعض راى بهذه الدعوه اللي وجهها الرئيس ميقاتي استفزاز كبير. اولا هو يسعى الى غطاء مسيحي غير موجود عبر القوى المسيحيه الممثله في مجلس النواب ومجلس الوزراء. ثانيا في بعض القوى السنية التي اعتبرت أنه يعني يختزل أو إذا بدك يمس بصلاحيات الدور السني في مجلس الوزراء. هذه الخطوة انعملت سابقا، عملها رئيس الشهيد رفيق الحريري مع يعني زمن بطريرك راحل صفير، كمان يعني مع يرحم اثنين ما كانت بمكانها. اليوم في مجلس وزراء بلد فيه مؤسسات، والصراع اليوم بالبلد جزء من الصراع وتمسك فريق بمواقف مثلا في مقابل آخر هي موضوع أنه في دولة وفي مؤسسات. اليوم الرئيس ميقاتي عمل هالخطوة لأي سبب؟ يأمن غطاء، يأمن يعني حماية لإله، بدون ما أقول أنا أنه اليوم غبطة البطرك الراعي ما كان لازم يقبل فيها. إيه مظبوط، ما كان لازم يقبل البطرك الراعي فيها، ولا هو دور يوصل لهذا الدور في مجلس الوزراء. هو بناقش مواضيع شو ما كانت. البطرك الماروني هون عم نحكي بمذهبية، إذا البلد عنده خصوصية بيقدر يستدعي النواب الموانئ، بيقدر يستدعي وزراء إذا بيحضروا أو ما بيحضروا، بيقولون عندها المطالب. عم دجع أصلا عم يحكي هو بالعزة اليوم، كل أحد عم يحكي بشكل يومي. الخطوة مش بمكانها، هيدا على حساب المؤسسات، ومش لازم الكنيسة المارونية تقبل فيها. لأنه أولا هيدي
ما رح تعطي نتيجة إذا رئيس الحكومة مش قادر هو يفاوض يعني يحكي مع مرجع بالبلد ناتج عن يعني عن عن تركيبة البلد اللي هو مرجع رئيس الكنيسة المارونية، لأنه في مراجع تاني محترمة رؤساء الطوائف الآخرين. إذا هو مش قادر يحكي معه يعني الوزراء معروف نحن بالوضع بهذا التشتت ما رح يعطوا نتيجة. يعني المواضيع اللي عم تنطرح ما إلها معنى فوق. يعني هيدي كان لازم بكل عفوا ديمان البطرك ما يقبل فيها. ما يقبل فيها. أنا لأن كتير بدي ما يقبلوها عم بقولها. بس ليش قبل فيها البطرك؟ هيدا اليوم يعني هو البطرك اللي هو بيأكد على دور المؤسسات. ما أنا خليني هو هيدا غلط إيه يعني هلا إيه بقول يعني أنا هلا بقول لك غلط الكنيسة. لا ما لازم تقبل فيها الكنيسة، تقلك ليش؟ أولا هيدا بلد مؤسساتي يعني مش بلد ديني. نعم. نحكي بكل واقع. نعم. هيدي النوستالجيا انه الموان عملوا البلد وهن يعني كانوا وراء نشوء لبنان، هيدا مزبوط يتطلب دور بمحل اخر بانتخاب رئيس، مش عم نحكي شعب، بناس شفافين بالمؤسسات، بعدم الهجره، في محل اخر. بس هيدا بكره رح يجوا الاخواننا الشيعة يقولوا ممكن عندهم اذا عندهم اشكاليه نحن تفضل يا رئيس الحكومه الى المجلس الشيعي الاعلى وكذلك الى الافتاء والى الطائفه الدرزيه. هذا الباب فتح على على يعني على اخطاء كبيره ما لازم يصير. هذا اللي بدي اقول لك، ما له معنى، ما بيجيب نتيجه، ما كان لازم تقبل فيها الكنيسه المارونيه. بس انا كنت عم بسالك اليوم شو اجواء بكركي، يعني بقصد انه البطرك الراعي اللي هو كل مره اذا بدك بحمل رئيسنا بهبره مسؤوليه عدم الدعوه لمجلس النواب تاكيدا منه على دور المؤسسات الدستوريه واستمراريه عملها انطلاقا من مجلس النواب ومجلس الوزراء والى وما الى هنالك. في اجواء شيء من بكركي، لماذا قام البطريرك الراعي، لماذا قبل هذه الدعوه؟ ما في اجواء يعني انا سالت طبيعي انه عرض الرئيس مئاتي والبطرك يعني بهذا الموضوع العفوي، يعني عم نحكي بالصراحه مش انه يعني البطرك شو هو يعني عم بيبني من طالع من خلفيه بمعنى انه سلبيه، اعتبر انه بده يجوا يعرضوا له الوضع بالبلد انه ليك يا سيدنا شو في بالبلد احسن ما تحمل لي وحده المسؤوليه، بحط لك الوزراء قدامك عم بحكيك الوقائع. ما كان لازم يقبل فيها البطرك الراعي، انا عم بحكي بقناعتي كمواطن كصحافي. بعدين بموضوع الرئيس بري يا اخي ساعه انه وقت بعت لعنده المطرانين لعنده طلب منه وقتها انه يدعي الى حوار، نبهت كيف؟ يعني في يعني في هذا التخبط عند الجميع بالبلد. الرئيس بري طلب من البطرك. لا طلب هو طلبه المطران من الرئيس نبيه بري انه كمان اذا بدعي الى حوار، قال لهم انا فريق بمعنى ورجع بري طلب من البطرك يعمل حوار. طبعا يعني عم بقول انه بالبلد كله في تخبط ناتج عن هذا الفراغ الرئاسي وهذا النوع من التجاذب، يعني هيدا الخطوة ما لازم تصير. هلا صارت طبعا بس ما فعلا ما فيها انتاج ابدا. نعم. وفيها استفزاز هيدا قوى، يعني كمان اليوم من زمان من مدة الكنيسة أخطأت عندما قالت في أربعة هن بمثلوا المسيحيين بالرئاسة. اليوم هذه الخطوة كمان مش مطلوب نرد القرار إلى الكنيسة، الكنيسة هي حالة توجيهية إرشادية ضمانة وطنية. اليوم الخطوة هذه مش بمكانها. نعم. طب في البعض تحدث عن أنه هذه الخطوة قام بها الرئيس نجيب ميقاتي لحتى بعدين تمهد لتعيين حاكم مصرف لبنان، خصوصا هلأ مع الإشكال بين مزدوجين المفتعل يلي بيقولوا أنه مفتعل بين الرئيس ميقاتي والرئيس بري حول دور وسيم منصوري وما سيقوم به. وبالمناسبة كمان هيدي لنحكي عن وسيم منصوري اليوم شو قال، أنه أنا ما بوقف هذا القرار يلي أخذته إلا برصاصة، وبالتالي هو ما رح يمول الدولة. أولاً هل يبحث عن تعيين حاكم مصر الوزراء جديد؟ سألنا وزراء حزب الله طلعوا ليشاركوا بالجلسة ووزراء الاشتراكي يعني القوى الموجودة بالداخل، أنه إذا التيار الوطني رافض يصير في تعيين ما رح يقدر يقنعوا البطرك إنه نروحوا على تعيين. إذا بياخذوا بس شمسية مسيحية يضل مسيحية، ما في قوة تانية كمان، في قوة تانية عندها حضور نيابة حزبية يعني حزب من قوات وكتاب وأحرار ومستقلين وتغييريين، ما في واحد اليوم بيتفرد بهذا الموضوع بالتعيين على يعني الحاكم تحت شعار إنه نحن بدنا نعين حاكم بدنا نأمن هذا الغطاء. هذا تعيين الحاكم اللي يصير في عليه خلاف ما حدا رح يقبل فيه بهذا الواقع، يعني هذا هي. هلا الاستاذ منصوري يعني من وقت ما قبل ما يستلم
عمل هذا الجو من النأزه انه هو متخوف، وهذا حق طبيعي لانه الموضوع النقدي بالبلد كثير كبير وله مفاعيل له علاقه بالازمه السياسيه. من هون انه كلامه انا ما بدي اتراجع. هيدا كله بالنتيجه يعني صحيح شخص عنده حضوره وعنده شخصيته، بس بالنتيجه بالواقعيه السياسيه ما بيقدر. يعني اليوم في شخص بالبلد موقف نص العالم على الإجر ونص اسمه نبيه بري، يعني الأستاذ منصوري هذه الأفكار بدنا نشوف شو في وراها. يعني الرئيس بري شو عم بفكر؟ شو في وراها؟ في وراها أنه أنا عم غسل إيدي من أي تداعيات حملتوني إياها، أنا طالب منكم إجراءات بعد ما عملتوها، يعني عم بشيلها عنه. ومن هيك الرئيس نبيه بري كان عم بقول ابعدوا عني هذه الكأس ما بدي اياها، لانه بيعرف شو الازمه النقديه اللي شو مفعيلها وشو يعني مدى الاهتمام الامريكي بهذا المصرف المركزي اللبناني ودوره. من هيك انه عم بحط كثير يعني سقوف حاكم الجد، يعني نائب الحاكم الاول، لانه في ملفات قدامه. يعني انا عم بقول ما بدي اغير، ما هو حقه يحط هو قواعد له، بس هل رح تتأمن تبع كابيتال كنترول؟ إذا بدنا نحكي هلا وقائع، بقي 3 سنين ما مشي، مع إنه في رؤساء يعني رؤساء مدراء مصارف أو رؤساء مصارف يعني وقت اجتمعوا ببعبد عند الرئيس ميشيل عون بعد شي جمعتين من الأزمة، بيقوموا بيحكوا إنه خي بيقوم بقول لهم وقتها الأستاذ سعد أزهري إنه بدنا نعمل لازم نعمل كابيتال كنترول. بقول له احدهم سليم الجريصاتي يعني بيحكوا انه نحن ما فينا نكمل هيك، عفوا في يمكن شخص من بيت شومان كمان يعني عم بقول لهم سليم الجريصاتي روحوا استلموا انتم يعني افتحوا واستلموا دوركم. بقول له خي خذوا المفاتيح بحكيك شو صار. رؤساء المصارف يعني كان عندهم حاجه لكابيتال كنترول يحموا حالهم، مش عم نحكي مشان الناس والمودعين. بقي 3 سنين وبالبقي هلا بعيدا عن اي خلفيه سياسيه او حزبيه تحرك هيدا أكثر شيء مكثفا. بلشوا بالدمان وصل هلأ في لقاء بين البطريرك الراعي والرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اللي عم نشوف به خلال الصور اجتماعهم في السالون في الدمان. هذا الاجتماع يلي هو استثنائي جدا يلي دعا له الرئيس ميقاتي مع كل ما يحمله من يعني اشكاليات، يعني اليوم عم ينتقد بالبلد انه حسن نصر انه مرشد الجمهوريه، انه عامل هو بقول له ما بتعينه، بيطلع البطرك الراعي يلعب هذا الدور مع عدم مع احترام لشخصه، مش مقبول. مش مقبول. يعني هلا هو بيعتقد بالنسبه لبكركي انه هذا لقاء تشاوري، هو يريد ان يتشاور مع الوزراء فقط، وكانوا حريصين انه يقولوا مش جلسه مجلس الوزراء لانه هي حتما طبعا هي حتما غير دستوريه. هذا غلط، بل انه اكتفوا بان يقولوا بانه هذا لقاء تشاوري مع البطريرك الراعي، بما انه القوى المسيحيه غير مشاركه ب او لا تشارك بجلسه الحكومه. هلا يمكن في كلمه شفت ميكرو انا حده للرئيس ميقاتي بس يبلش يحكي بدنا نرجع نطلع معه. كنا عم نحكي عن وسيم منصوري وانه الرئيس بري وشو في وراء هذه الخطوه. كابيتال كنترول يعني عطلوا، اللي عطلوا هو الثنائي عطل كابيتال كنترول، يعني اشتغلوا فيه باللجان واجا وقت النائب الياس ابو صعب كمان عمل تفعيل له وصلوا وقتها فيه على اللجان المشتركه، لانه لفت او لمس شيء من 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 علاقات خارجيه، عم نحكي وقائع، بس انما وصلوا لمحل في عرقله له، وكذلك الثنائي ما بده وقفوا كمان عند عدم التشريع في ظل الفراغ. اذا المطالب اللي طالبها الاستاذ منصوري في بده يفلش فيها من الرئيس نبيه بري. طيب ليش تعطل؟ انا هو مسؤول، ما قال لك هو مسؤول، هذا الزلمه مسؤول عن مرحلة سابقة كمان هو شريك فيها. صح، بس أنا بدي أسألك ليش اليوم قرر وسيم منصوري أن يتوقف عن الدفع؟ ليش قرر هذا الأمر؟ وخلينا نربط هذا الموضوع بالأموال المتبقية بمصرف لبنان والكلام أنه ما رح يأدوا كتير وبالتالي لبنان ذاهب إلى انهيار كبير. ينقل عن الرئيس نبيه بري بالإضافة إلى كلامه أنه ما بحلى على الرأس ردا على العقوبات، وهذا كمان رح يكون موضوع بدنا نحكي فيه، ينقل عنه أنه إذا ما رحنا هلأ باتجاه حل رئاسي وانتخاب رئيس وحل نحن رايحين على انهيار وحدا بيقدر يتحمله. فأين تأتي هذه الخطوة بالسياق المالي السياسي؟
مستوهم الشخص، هذا الشخص مستوهم لأنه ملف كبير، والتصرف بأموال العالم مش حق بهذه الطريقة. يعني في مليارات، في ناس عندها ودايع، عندها دم، عندها عراقة حطته بالمصارف راحوا. يعني هذا ما في أمل، ما في معطيات بتقول إنه في ودايع، إنه في نسبة من الأموال بدها ترجع. نحكي الأمور اللي هي واضحة. عم بقول أنا ما بدي أتحمل يعني نفس النتيجة، هذا له حق فيه، بس بالنتيجة يعني إذا عطوا إجراءات، إذا النواب اللي كانوا شهود زور بالسابق ورؤساء الحكومات والجمهوريات ومجلس النواب، مجلس نائب واحد، ورؤساء وزراء يعني مالية كانوا سوا، عم يحكي بالواقع، هودي كلهم سوا كانوا مسؤولين عما حصل مع رياض سلامة، ما عم يحيد حدا. طيب اليوم هو الزلمة معقول أنا ما فيني أتحمل، إجا مأخر هو اجى مؤخر اليوم، ما في يتحمل لانه الناس ما بقى تقبل. بس هذا قرار هو اخده ولا الرئيس بري اخده؟ الرئيس بري اخده، هذا اللي عم نحكي فيه، لانه ما بده يكون بده يتحمل مسؤوليه وحده. انا عم وهذا الغلط وقتها، انه الحكومه اخذت اجراء طلبت مجلس نواب كمان اعتبر انه هذا غلط. عرفتي كيف؟ يعني في نوع من التفخيخ بالعلاقه بيناتهم، كل واحد عم بزيت الطابع على الثاني. طب هذا بزتنا على الموضوع الرئاسي اليوم، كل هذه المشاكل اللي عم نشوفها يعني سببها الفراغ واستنزاف المؤسسات بانتظار الذهاب إلى تسوية رئاسية ما بين هذه القوى السياسية. طبعا هذا الشيء بيترافق اليوم مع كلام عن أزمة إقليمية من بعد تقارب السعود الإيراني، يبدو أنه تغير الوضع ويبدو أنه في عراقيل أمام إنجاز هذه التسوية الإقليمية أو التقارب، وبالتالي ينعكس ذلك على لبنان. بدي أسمع منك اليوم بأيلول عائد لودريان على أساس أنه هو بيكون في خلاصة معينة رئاسية، ما هي هذه الخلاصة؟ هل هناك يعني معلومات أولية حول الموقف الفرنسي؟ وكنت عم تقلي أنه في اختلاف بين الموقف الفرنسي والسعودي. في تباين بلقاء الدوحة الأخير، عملوا تقييم الوضع بلبنان وانحكى مع الفرنسيين، مع موفد الفرنسي، انه الاجتماع اللي انعمل بشباط الماضي يعني بهذه السنه، اللجنه الخماسيه اخذت يعني حطت خريطه الطريق لمسار انتخاب رئيس الجمهوريه. وصلوا لجلسه 14 الشهر الماضي اللي كان فيها عدم حسم بالدوحه، قالوا له للمفد ماكرون انه نحن طلبنا من اللجنة الخماسية وقتها تبعث السفراء عند الرئيس نابيه وعند المسؤولين بعد لقاء شباط يبلغوا انه بدنا بالبلد رئيس الجمهورية، البلد بحاجة الى رئيس. السعودي كان واضح انه انتم يا قطريين، هن القطريين بقول كانوا واضحين انه انتم الفرنسيين عم تستهلكوا الوقت، وهذا شيء مش مقبول ببلد عم ينهار. انتم طلبنا منكم تكونوا انتم سعاد او تلعبوا دور لانتخاب رئيس، عم تكونوا منحازين لصالح الممانعه، واذا في مصالح نحن بنعرف يعني بنقدرها، بس انتم ما فيكم تكونوا بهذا المنحى، البلد ما بيتحمل وتركيبه البلد ما بتتحمل. اجى موفد ماكرون الى لبنان، ما عمل بخريطة الطريق اللي تم التفاهم عليها، بعده جاي بعقلية انه في انحياز لصالح الممانعة، انه لازم نعطي الثنائي شيء طريق تيرضى. هيدا الموضوع ما قطع اولا، يعني هون الفريق الاخر كله رفضه، انه انت عم تيجي تقول بدنا نعطي الفريق الاخر شيء، عم بيجوا يقولوا له كلهم سوا فرقاء الداخليين مع هذا مع الممثلين الاخرين باللجنه الخماسيه، عم نحكي مع بعضهم، يا اخي ما تعطيهم وما تعطينا، بدنا رئيس الجمهوريه للبلد، مش هلا وقتها تعمل يعني علاقات جديده على حساب انه البلد عم ينهار. النقطه المحوريه انه السعوديه والسفير وليد البخاري تحديدا قال لهم وعم بقولها انه هلا مش وقت حوار، رئيس الجمهورية المسيحي الماروني في هذا الشرق أو رئيس لبنان هو يترأس الحوار ويدعو إلى حوار بعد انتخاب الرئيس، بتكون هيدي إحدى مهماته، لأنه الوضع ما بيسمح الحوار، بده يطول مدام شهر واثنين وثلاثة وخمسة، وبده يفوت عليه التزامات، بده يفوت في كذا موضوع، يمكن يكون منه موضوع المرفأ، يمكن يكون منه موضوع كل تعيين صار بده حوار. عم بقولوا هذا لن يكون على حساب الطائف، لن نقبل بقى بموضوع يشبه حوارات تشبه موضوع الدوحة. فاذا خلني بس بدي اوضح الفكره، حسك بتساليني لا هيدي النقطه، انه في حرص انه الحوار ما بدنا اياه لانه مضيعه للوقت.
اليوم بلش يبعث وراء الفريق الاخر عم يبحث المعارض انه نقطشها على الاخر معه او لا، يعني منقول ما بدنا كليا او لا، لانه السعودي عم بقول البلد ما بيتحمل، والامريكي كذلك من قطر، انه ما فيكم تبقوا بهذا يعني هيك استهلاك الوقت. من هيك رح نشوف بالمرحلة الجاية إذا رايحين على انتخابات على جلسة جديدة بأيلول، رح يكون في موقف متقدم أكثر ناتج عن كلام بعض الدول عن عقوبات، إنه في عقوبات رح يحطها مجلس التعاون الخليجي، رح نحولها إلى الاتحاد الأوروبي، نبعتها إلى أمريكا إذا حدا معطل، لأنه عم يعتبروا البلد ما بيتحمل. هون رح يكون السعودي عم نحكي تحديدا، وما حدا يقول اليوم يحكوا بالسيادة، كلهم عندهم التزامات خارجية، رح يكون السعودي اللي هو حريص على البلد، نحكي واقعيا بده يقولوا هيدا وين موقف السيادة، عم نحكي حريص انه هيدي دولة عربية نحن بدنا نشيلها، رح يجي يقول لهم البلد ما بيتحمل. بس رح يحكيون على اي قاعدة؟ على قاعدة انه ليكوا شو صار بالمخيمات، وليكوا شو عم يصير بالفراغ، البلد بده رئيس. هون رح يكون هو بحالة يعني تقدم على الدور الفرنسي اللي هو استهلاك للوقت، انه يعني هي. يعني السعود اليوم سيقرر ان يخرج من اطار النقي بالنفس او عدم التدخل بالازمه، واليوم سيتدخل بشكل مباشر وسيدعو الى يعني انتخاب رئيس جمهوريه انطلاقا من الازمه، يعني رح يكون قال لهم انا عم بحكي ما عم بحكي ما هو كان لا احكي معلومات من هون ومن برات، يعني انه السعوديين هلا انتبه رح نحكي هلا بالازمه الجديده السعوديه الايرانيه، بس الموقف الخليجي والسعودي حصرا يعني اللي هو المصري دعمه فيه والامريكي دعمه فيه، انه الوضع ما بقى يتطلب انه اليوم تيجوا انتم يا فرنسيين، بمعزل اذا اثنين فرنسيين مرشحون او بكره شخص اخر، انه انتم يا فرنسيين تفوتوا على لبنان بدكم تعوضوا بالاقتصاد يعني او ترضوا الثنائي على قاعده انه انتم يعني منحازين، نحن اوكلنا اليكم دور بقيتوا عليه، قلتوا نحن بنلعب هذا الدور بعد لقاء الدوحه تركناكم فيه، على قاعده تجي انت يا المفد الفرنسي مسيو ليون انه تعمل اتصالات تهيئ لهويه رئيس جديد عنده مهمه وعنده مواصفات من حكى عنا باللقاء اللي عمله الامير محمد بن سلمان مع بايدن، عم نحكي وباللقاء اللي عمله الامير محمد بن سلمان مع ماكرون تحديدا اللي هو اليوم متبنى هذا الدور، واللي كان باللقاء بالبيان الثلاثي بايلول، فاذا يعني رح يكون في تصويب وديناميه جديده. نعم. سعوديه. نعم. السعوديه، يعني السعوديه ستلعب هذا التصويب، ستقوم بهذا التصويب والديناميه الجديده. طبعا. وهذا موقف متقدم، لانه كانت المملكه العربيه السعوديه كانت حريصه على انه هي لا تتدخل بشكل مباشر وما الى هنالك، ولكن يبدو انه ستقوم بخطوه الى الامام. هي ما رح تسمي، هي عم تقول الوضع ما بقى يسمح. اوكي. انه انا يعني اكثر ما انه يعني رئيس، لانه في البعض تحدث انه بايلول خلص سيكون هناك تدخل مباشر من بعض الدول المعنيه بالشان اللبناني، اكانت امريكا او كانت في ظل هلا كان هذا الشيء مفترض في ظل كان الهدوء بالمنطقة. هلا شو بده يصير؟ العلاقة متراجعة بين إيران وبين السعودية، نعم، ووجود الأمريكان على الساحة العسكرية يعني من خلال ما يحصل في سوريا، هيدا بده يغير بالتوازنات. يعني قبل كان ممكن بهذا الهدوء انه الخليجيين او السعوديين يقولوا خي بدنا نروح اكثر نحو مناخ، ومش عم برضيكي هلا بوجودي معك، انت كتبتي بمقالتك انه في يعني تساهل شيعي، عفوا بهالكلمه ما بحب احكي بدا بكلام محمد رعد، هلا اللي صاير بده يغير. ليش؟ لانه السعودي اعتبر، وانا ما عم بقول لك يعني اعتبر انه انا اعطينا، نحن اعطينا الايراني كثير، انقذناه، ظهرناه من 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 من, نعم، من وضعه الاقتصادي، وحاولنا مع الاسد، رح نحكي باثنين. طيب بين لنا انه كل اللي عمله المبادره اللي عملها الامير محمد بن سلمان اليوم، اللي هو رجل مميز بالمنطقه وبالعالم، عنده دور اقليمي دولي، اخذ دور على عاتقه، عمل مبادره مع ايران، شاف انه بموضوع الحوثيين بموضوع سوريا ما في اي تقدم، اجى على سوريا، طب اخذ هو على عاتقه انه حمل حافظ بشار الاسد ودعاه الى سوريا الى السعوديه، رغم في 10 مليون بالاذن من هالكلمه سني مهجرين بسوريا وبراتها. شوف بالعمليه السلميه ما في تقدم، طب في عمليه سلميه مطلوبه بسوريا، بده يروح على نظام برلماني، في عمليه تفريع الاجهزه الامنيه، ما في يبقى نظام رئاسي امني مخابرات، عم نحكي الكلام اللي عم ينحكى هن بيناتهم. طيب انه انا قدمت هالقد، بعدين توترت بين
الامريكي وبين السوري. خلصت مهله الست اشهر اللي عملوها وقت الزلزال يعني فتره السماح، وبداوا بعزل سوريا اليوم. فاذا هيدا كله رح يفرض حاله على الساحه اللبنانيه. كيف رح يفرض حاله؟ رح ترجع الممانعه تتمسك بمرشحها. نعم. ونحن مرشحنا سليمان الفرنجيه، فريق الاخر بده يعني بدنا هذا يعني نترقب كيف بده كمان يجمع اوراقه. نعم. طيب هذا كيف رح ينعكس على لبنان؟ يعني بظل هذا اذا بدك التشنج او عوده التشنج الايراني السعودي، امبارح كان في والاحد كان في موقف لافت جدا للنائب محمد رعد. هلا احيانا بنسمع هيك احيانا بنسمع هيك، بس خلينا باخر موقف. اخر موقف قال نحن نقدم تنازلات ولكن ضمن أطر معينة. نحن منفتحون على التسويات ولكن ما حدا يزركنا بأماكن معينة، بأنه خيارات محددة. بظل هذا الاختلاف إذا بدك السعودي الإيراني، كان في موقف هون بلبنان متساهل. ليه؟ خليني خب هيك ذكر بمقال كتبه زميل يعني اسمه استاذ قاسم قصير. نعم. من يومين. خليني اقول شو صاير يعني عند يعني بحركه الحزب. حكي كلام عن حركه جديده لحزب الله وكيفيه تفاعله يعني بالمستقبل بعده مواضيع، بعده قطاعات، بمواضيع المنطقه، بموضوع الاسلام، بموضوع الاعلام، بموضوع يعني الديمقراطي، بكل المحطات. يعني اذا واحد بيقرا البيان بيقول يمكن هذا الحزب الجمهوري او الديمقراطي بامريكا عملهم، يعني قد ما في افكار ليبراليه في يمكن عندهم افكار يعني هذا الفريق انه عندهم عم بزتوا افكار تيشوفوا كل وحده وين بناسبها. يعني هن مع هذا النوع من الحوار بس على قاعده انه الحوار اللي هو بتناسب معهم. يعني هيدا الموضوع ما تراجعوا عنه، هن بدهم ينفتحوا، بدهم ينخرطوا، عارفين رغم كل المكابره بيعملها حزب الله، عارف انه اليوم يعني استاذ سامي موج بلاط لاقت الطائفه ولاقت 8 10 نواب يعني ما بعرف قديش، هودي كلهم سوا بلوك واحد مع تامر موج بلاط في اتجاه مثلا معارض لخيار الممانعه. نعم. القوى المسيحيه بينت امبارح بلحظه معينه انه حطت مرشح اخر فهمت عليه بيج يعني كذلك الحزب وكذلك السنه. بس اليوم جبران السنه بلحظه معينه هون يعني بلحظه معينه بالرغم كل الكلام انه هن بمأساة وبحاله يعني فراغ، بلحظه معينه بينوا الى جانب المفتي حد سفير المملكه العربيه السعوديه. صحيح. الحزب عارف حاله انه بالقوه اللي عم يعملها ما هل يستطيع جبران باسيل ان يغير هذه المعادله برايك من خلال هذا الحوار اللي عم بيقوم فيه؟ بيقدر يعمل حوار وبيقدر يناقشهم بس ما بيقدر يوصل لمحل اليوم جبران باسيل يعني يمشي بسليمان الفرنجيه في ظل هذا التحدي الدولي. يعني هو عنده مصالح، وانا هون بدي اقول كلمه، هو قايل لدوله خليجيه ما تقليني مين وكيف انه انا عملت علي نص الدفور حرقت سليمان الفرنجيه، انه انا ما بدي جزء. مين بده يقول غير قطر يا استاذ سيمو؟ انا هو عم بقول في كلمه انه انا عملت نص الدفور تبعي، انه خيي ما تقولوا لي جوزيف عون هذا موضوع ثاني، بس انا حرقت سليمان الفرنجيه اللي هو صديق بشار الاسد اللي انتم على خلاف معه. بس طلبوا منه القطريه شيء بخصوص جوزيف عون؟ هلا بنحكي القطريين قطريين على خلاف مع بشار الاسد. نعم. هو اعتبر انه انا اعطيتكم باس، عدا عن حساباته الشخصيه، انتبه صعب على جبران بيصير يوصل لمحل انه اليوم اذا مثلا جاب سليمان الفرنجيه 51 صوت وبده اصوات التيار يمشي فيها في ظل هذا الرفض السعودي. نعم. وهذا الرفض الامريكي، يعني صار في حاله جديده اصلا حزب الله ما بناسبه. نحن خلينا نقول عم سالتينا عن جبران. إيه؟ مشان هيك فاذا لا ما بتوصل لمحل. يعني جبران بيصير عم بفاوض على قاعده انه سليمان الفرنجيه ظهر من اللعبه بعد في جوزيف عون انحكى معه انه في ناس نصحوه بالشخصي كمان انه لك جوزيف عون افضل لك اذا بيجي رئيس بدهم على مسافه. هلا انت عم تهاجمه وما اجى صوبك، انه بمعنى عم نحكي هيك بالدارج انه اذا يمكن بكره اذا ما اجى رئيس وانت سكرت عليه ونزل على بيته يعني راح مواطن عادي يمكن يعمل لك ازعاج بالتيار يحكي مع حدا يعمل يقضم منه انه هذا ما بده منك شيء. في نقطه انت عم بتقولها يا جبران انه انت يا اخي مش مطمئن لسليمان الفرنجيه ممكن انه ينقض عليك بالمستقبل رغم انه انت ما اطمئنيت وقلت للسيد انه انا ما بقبل بهالضمانه لانه يمكن اذا هجم علي سليمان الفرنجيه هجم علي نبيه بري ما رح تقدروا انتم تردعون. انحكى معه انه اخي قطر دوله عم تلعب ادوار
بالتنسيق مع امريكا، عملت اتفاق بين طالبان وبين امريكا، عم تعمل اتصالات سعوديه امريكيه ايرانيه، عم تعمل اتصالات، عم تلعب ادوار. انه فينا جوزيف عون اللي نحن بنشوفه شخص قدير ويعني ممكن يكون على مسافه من الجميع، انه انت بتاخذ حقك الطبيعي في حجمك النيابي، انه عم ينحكى معه. هلا هو رافض، بتيجي الظروف بتغير، طلب منهم شيء مقابل قبوله، هيدا الكلام عن عقوبات وما عقوبات، لا مش عقوبات، طلب منهم شيء بقلب الدولة، يعني طلب منهم شيء بالعهد المقبل مقابل قبوله. هو بس يقولوا له، يعني أنا سمعت مثلا من سليمان فنجية مع حفظ ألقاب من زمان، قلت له أخي أنت وعده بقائد الجيش وحاكم مصرف المركزي لجبران باسيل تعطيك المثل، قال لي أنا بعطيه حقه إذا إجا، وانا هلا يعني بالدوله اذا انه انا اذا جيت بعطي حقه وحجمه، بس في مواقع مش انا ما مش حصرا علي. يعني تقول لك انه اي مرشح رئاسي بيعرف انه ما بيقدر يعطي سليمان فرنجيه جبران باسيل مثلا بده اياه او جوزيف عون اللي بده اياه، لانه في مناصب لها علاقه بظروف اقليميه، قائد الجيش مثلا، حاكم المصرف المركزي، في مناصب مش بهالسهوله. يعني منا عمليه عم يعملها ديل هو مع حدا بالقوى المحليه. طيب بدي اتوقف مع فاصل اعلاني، من بعد الفاصل الاعلاني رح نشوف شو نهايه هذا الملف الرئاسي، خصوصا وانه في كلام اذا ما اثمرت جهود اللجنة الخماسية وعودة لودريان والمسعى السعودي المرتقب بأيلول وتشرين، لبنان ذاهب إلى كارثة وإلى فراغ طويل، وأنه هذا الخلاف الإقليمي وهذا الخلاف الإقليمي يعني رح يودي لأزمة سياسية بلبنان ما في إلى بوادر حل. بدأت توقف مفاصل أعلاني قصير ونرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيفي أستاذ سيمو أبو فاضل. بدي أرجع أرحب فيك رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين. كنا عم نحكي قبل عن الملف الرئاسي إذا رح يكون في خواتيم لقلو بأيلول أو لا، رح تابع أنا وياك هذه الفكرة ربطا حتى ببيانات الدول الخليجية اللي حذرت رعاياها من زيارة لبنان، والكلام عن أنه هذه رسالة سياسية أكثر منها رسالة أمنية، على الرغم من كلام السفير البخاري امبارح بأنه أتى هذا البيان السعودي على خلفية أحداث عين الحلوة. بس زمنتنا روبا الفريند رح تنضم لنا باتصال لتخبرنا معلومات عن قضية الطفلة لين طالب يلي كانت مأساة يعني بالرأي العام اللبناني ما حصل لها، وهلأ في جلسة أخرى لمتابعة هذه القضية والتحقيقات حول حقيقة ما حصل مع الطفل لين طالب. ربا صباح الخير، يعطيك العافية، أنت عم بتتابع هذا الملف من بدايته، خبرينا هلأ شو عم بيصير في جلسة؟ عرفنا جلسة لشو، يعني شو مضمونة إذا بدك؟ نعم، صباح الخير لإليك جوزفين ولضيفك ولكل المشاهدين. جلسة التحقيق الثالثة بقضية الطفل لين طالب بدأت عند الساعة 10 صباحا بغرفة قاضي التحقيق الأول بالشمال سمرندا نصار بقصر العدل بطرابلس، وبدورية خاصة من قوى الأمن الداخلي نقلت والدة الطفلة وجدها لأمها من مقصر حباش ببيروت لقصر عدل طرابلس. خلينا نقول جوزفين أنه هيدي الجلسة قد تكون حاسمة وقد تستغرق وقتا طويلا، حيث رح تخضع والدة الطفل لاستجواب مشددا بالإضافة إلى جدها وستة أيضا، وقد تجري القاضي نصار مواجهة بينها وتعيد استجواب الخال اللي بات مشتبها رئيسيا بالقضية. وكل المعطيات بحسب مصادرنا بتفيد بأنه أم الطفلة وجدة وستة كانوا على علم بواقع اغتصاب من قبل الخال، إلا أنه تستروا على الجريمة حتى ما ينكمش ويجري توقيته، وحتى انهم امتنعوا عن عرض الطفله على طبيب وتقديم العلاج الطبي لها رغم معرفتهم انه وضعها الصحي والنفسي عم يتدهور. مثل ما ذكرنا جوزفين انه الشبهات تتعارض باتجاه الخال نادر ابو خليل اللي جرى استجوابه وتوقيفه يوم الخميس الماضي رغم انكاره لما اقدم عليه، خصوصا لجهه مطابقه فحص الدي ان اي. والقاضي ايضا جوزفين خلينا نقول انه قدر تكمش كل الداتا على هاتفه وهاتف العائله، وهالداتا قدرت تبرهن التناقض باقوالهم. ايضا حسب ما عرفنا انه نهار وفاه لين في
يمكن في علامات بخرمش على رقبة الخال. إذا يعني جوزفين هذه المعلومات الأولية، والدة الطفلة لحتى هذه اللحظة من الساعة 10 الصبح لحتى هذه اللحظة يعني ساعة ونص عم بيتم استجوابها، ونحن طبعا ننتظر انتهاء الحادثة وورود أي جديد بهذه القضية طبعا رح نوصيكم فيها. ربما بعد عندي سؤال، وهو سؤال عم ينطرح رغم قساوة يعني هذه القضية وأحداثها، بس الدي ان اي في معلومات إذا الدي ان اي كشف أنه هو فقط المرتكب هو الخال أو الجد أو اثنين؟ لا الخال الجد ما له عليه أبدا، فحص الدي ان اي برهن أنه الخال هو المتهم يعني هو المجرم فينا. نعم الجد كان على علم فقط، علما انه المحامي العائله بيقول انه الجد والست ما كانوا على علم، ولكن القاضي رندا نصار مصره ان هي عندها دقه برهن انه هن كانوا على علم وعم يتستروا على المعلومات. نعم شكرا لك روبا الفرن. طبعا رح نتابع نحن اليوم معك هذه القضيه وهذه الجلسه شو رح يكون نتيجتها. عم تقولي ممكن ان تكون حاسمه وطويله، رح نتابع. مأساة كبيرة وكل الناس إجرام إجرام هذا يعني ما بعرف شو ممكن ينقل أكثر من إجرام حول هذه القضية اللي أثرت بالرأي العام بشكل كتير كبير ويلي فاقت الوصف، يعني على الرغم من أنه طبعا في قضايا كتير مماثلة يمكن نحن ما عم نعرفها وعم بتصير خلف الأبواب وعم يتستروا عليها المرتكبين وحتى ذويهم. اليوم يعني أنا ناطرة، أنا مثلي ومثل كتار ناطرة شو رح يكون الحكم، يعني كيف رح يتم يعني معاقبة هذا الشخص يلي عمل هذا الجرم. طبعا نحن ما عندنا عقوبة إعدام بما ينص عليه نطاق حقوق الإنسان، بس يعني هيك جرائم خلت الرأي العام يرجع يطالب بهذه العقوبة على الرغم من يعني بشاعتها. هلا عم بصير كثير جرائم من هذا النوع ناتجه ما بعرف عن يعني هذا شو له علاقة بالمجتمع، ما بعرف ما حدا فيه يعرف بين هي وبين قصص تعديات بلش يتكشف قصص كثير يعني قتل عم بصير وببعض المدارس الداخلية وببعض المدارس الدينية في تفلت. اذا بدي اقول لك هلا اني مثلا اذا بدي اجي اطرح كلمه هلا بتقولي لي شو الهدف، بتقول لك انه بالبلد انه في بعض قضاء في بعض امن يعني لازم يعني في بعض هوش ولازم يكونوا حاسمين. يعني اليوم ما بدي اقول القاضي لازم يكون هيك لانه هذا دور القاضي، يعني اليوم في قضاة يعني خرج انه عفوا قادرين وفي ناس يعني ما لازم ينرحموا. يعني بهذا الموضوع اليوم ما لازم بقى ينسكت عنه، يعني العقوبة شو بتقول؟ أقصى عقوبة بتقول لازم تطبق فيه. ما حتى بطل في ثقة بالأقصى العقوبة، آخر شيء بقول لك السنة السجنية 9 أشهر بفوت حسن سلوك بيطلع ومدري شو بيعمل واسطة هون هيدي إنه بس إنه لازم لك. أنا بدي أقول لك شغلة، هلا بتقولي لي شو السبب عم تسمي؟ أنا بسمي أحيانا بتقولي بالبلد إنه هيدا فلان وهيدا منيح، إنه إذا بقول لك اليوم في قضاة يعني بعدة ملفات عم بحطوا حدود بس المناخ بالبلد ما بيسمح. إذا المناخ إذا بدي أسميه لك يعني إنه مناخ متفلت، مناخ فاسد، مناخ بلا يعني أخلاق، الناس بتخطط كل الحدود الأخلاقية. ما في حدا خيفان من الله يعني في هذا النوع، ما فيك تحكي عنه إنه هذا غير إنه هذا شو له علاقة بالجوع بالأزمة الاقتصادية تأثير ما له علاقة، هذا له علاقة بالأخلاق والأم بالنتيجة عارفة يعني أكثر من واحد ابنه بنته يعني كيف بدها تذكر؟ بدي معلش اسمح لي بدنا نكفي بحديثنا، بس كمان توني منصور في الرئيس مقاطي حكي قدام أمام الراعي وحتى الراعي حكي شوي بالاجتماع بلقاء التشاوري. بدي أرجع على ديمان عند زميلنا توني منصور، تفضل. نعم جوزفين، ما زال اللقاء مستمرا هنا في الديمان، هو اللقاء لن يضع او لن يوضع في الاطار الرسمي بحسب ما قال البطريرك الراعي. اود ان اشير انه ليس هناك من كلمه او من تصريح بعد هذا اللقاء، فقط سوف يوزع بيان مكتوب على الصحفيين، اذا لا كلمه لرئيس الحكومه نجيب ميقاتي ولا ايضا مداخله من البطريرك الراعي، اذا بيان سوف يصدر بعد انتهاء هذا اللقاء التشاوري سوف يوزع على الصحفيين. الراعي في مستهل هذا اللقاء التشاوري قال أنه قال للودريان الموفد الفرنسي أن ما تسمعه هنا من هناك هو فقط زوبعة سياسية، لدينا مرشحان فيتفضل النواب وينتخب النائب أو الرئيس الجمهورية المقبل. أيضا أقول قال الراعي أنه لقاؤنا بعيد عن كل ما اسمه رسميات ولا شيء مخبأ هنا ولا يجب أن يقرأ البعض ما بين الأسطر. بدوره قال رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي أن الاجتماع هو ابن ساعته وأمور كثيرة
كبيرة تجمعنا لاحترام الصيغة والتنوع والوحدة اللبنانية التي اعتبرها هي ثروة لبنان الحقيقية. كما قال أن أصعب شيء هو تفهيم أو إقناع من لا يريد أن يقتنع، وأسف لعدم حضور الوزراء بسبب الحجج السياسية. وهنا يعني أشار إلى وزراء التيار الوطني الحر الذين غابوا عن هذا اللقاء التشاوري، وقال أنه مستعد لأن يكون هو والوزراء جسر عبور لأي مكان، وسوف يسعون لثدي ثغرة صغيرة ولو ببيان أو اجتماع بعد انتهاء هذا اللقاء التشاوري. وقال أيضا أنه مستعد للذهاب أينما كان ولا جدول أعمال يوم، أمران فقط سيبحثان في هذا اللقاء التشاوري هو الصيغة اللبنانية والقيم الأخلاقية والأسرة الروحية، اعتبرها ركن أساسي. إذن كما علمت الجديد أن الملف السوري سوف يبحث على طاولة هذا اللقاء التشاوري، وأيضا القيم الأخلاقية والقيم الإنسانية سوف تبحث أيضا. إذن لن يكون هناك كلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال ولا أي مداخلة كلمة أيضا للبطريرك الراعي، سوف يوزع بيانا مكتوب على الصحفيين. إذن هذه هي الأجواء، ما زال اللقاء مستمرا حتى الساعة، لن يوضع في إطاره الرسمي بل هو لقاء تشاوري، خلينا نقول لقاء محبة أو تشاوري فقط للأفكار ولا الصيغ المطروحة فيما يتعلق بالنزوح السوري، وأيضا فيما يتعلق بالملف الرئاسي، وأيضا فيما يخص المجتمع الميم والملف التربوي في شقه هذا. جوزيفين، شكرا لك زميلنا توني منصور مباشرة من الديمان. بدي أرجع لك، كنا عم نقول أنه هلأ شهر أيلول وتشرين حاسم، يا بينتخبوا رئيس يا راح البلد على فراغ، وأزمة هي بتكون انعكاس للأزمة الإقليمية. برأيك هل ستذهب القوى السياسية اللبنانية وانتخاب رئيس يعني لحتى ما نفوت بهذه الأزمة الكبيرة؟ مش بعدنا كنا عم نحكي قبل شوي، منا سهل قصة انتخاب رئيس. يعني إذا حدا قبل يقول بالخارج أنه بظل هذا الأزمة حتى نحير لبنان أنه نكتب رئيس وتركيبة متكاملة، بيكون يعني ما بنحكي على عواطف، أنه في أمل بالبلد شوي. بس بهذا الوضع اللي عم بيصير، إذا البلد بقى على خريطة المنطقة مثل ما هلأ نيم عم ببين، حيكون في تأخير للرئيس. إذا اللجنة الخماسية قدرت تقول بدنا نعزل البلد عن المنطقة ونكتب رئيس، والفرنسيين يعني كانوا مغيرين متراجعين لأنه حيج وقت يتجاوزون. يعني اليوم فرنسا صارت بوضع أنه مش قادرة هي يعني تكمل بهالوتيرة بعد عم يصير بالمنطقة، لأنه مبارح يعني الطيارات الفرنسية راحت إلى جيم طيارات أمريكية بفوق سوريا في مواجهة يعني الحركة اللي عم تع يعني الحركة الروسية، إنه طلعوا بالأجواء وكانوا عم بيرافقوا بعضهم. آخر شيء الأمريكان يعني بلحظة معينة بيقول لهم خلص اتهربوا من هذا الخط، روحوا باتجاه آخر. هلا بدنا نشوف وقتها شو بيصير. وطبعا قبل اللجنة بيكون في قرار مركزي عند القيادات تبعهم، يعني الأمريكي بده بياخذ قرار إذا بده يحسن بالموضوع، القيادة السعودية يعني المصرية، إنه حيكون في الإيراني بده يكون له دور. هي هون صايرة خمسة يعني عم القطري عم يحكي مع الإيراني، بس آخر شيء ما رح يسلمه يعني بهذا الفراغ. بس أنا ما بعرف كيف يكون فيني أقول للعالم، مش أنا يعني بجيب رئيس جمهورية. طيب البيان اللي طلع عن السعودية ولحقته الدول الأخرى، امبارح كان في كلام أمام وفد من لقاء تجدد مع السفير السعودي وليد البخاري، قال له أنه هذا البيان سببه أحداث مخيم عين الحلوة، ونأمل أن يعود السواح الخليجيين السعوديين إلى لبنان إذا انحلت الأزمة. يعني ربط حل الأزمة بعودة السياح، وكأنه ربط حل الأزمة بعودة دعم البلد. هذا البيان هو إجى على خلفية أمنية أو سياسية؟ إني بقولوا عملية تجديد وتكرار مذكرة سابقة، لأنه في المواطنين السعوديين اجوا الى لبنان، ولبنان فيه 12 مخيم، ممكن تكبر الصراعات لانه اخذت بعد اقليمي، منه محلي. يعني الصراع اخذ بعد اقليمي، ممكن يمتد على مخيمات ببيروت وبضواحي بيروت. طبعا لهم يعني اول شيء بدهم يعني بعدوا رعاياهم عن مناطق التوتر هن وغيرهم، وهيدي نقطه ل يعني لاجتماع ايلول، انه يقولوا انه كل فراغ عم بيؤدي الى مشاكل بالساحه اللبنانيه. نعم، يعني انت بتعرف كيف يعني بهذا الموضوع، هذا الموضوع ما انه واقف على يعني موضوع الفلسطيني، بده انه طبعا ما حدا قدر يحله، هذا ابعد من السياسه. هذا بالامن ويعني بالعلاقات الخارجيه.
بس بالنتيجه بمفهوم لكل الدول انه اذا في رئيس في سلطه يعني موجوده كله هذا بيظهر من التداول هذه الملفات، هذا اللي صاير. نعم. طيب بموضوع اللامركزية الإدارية، اليوم الوزير جبران باسيل عم بيطالب، واحدة من المطالب اللي عم بيقدمها لحزب الله، اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة بالإضافة إلى صندوق الائتمان. هذه اللامركزية اليوم يقول الرئيس بري عنها أنه إذا كانت مالية فهي تتخطى حدود الطائف وتصل إلى يعني حدود التقسيم، بالوقت يلي فيه البعض عم بيدعو إلى دعوة الفيدرالية، يعني أنه خلاص أنه نروح على نظام جديد. بهذه المناسبة بدي ما بعرف إذا جهز معنا الاتصال، امبارح كان ضيفنا محمد بركات زميلنا مدير تحرير موقع أساس ميديا، وقال أنه تمويل الضخ الإعلامي لترويج الفيدرالية في لبنان مشبوه، وهو يخدم منطق حزب الله ويقوي حشته أمام جمهوره باعتبار أنه الآخرين تقسيميين وبالتالي لابد من السلاح لحماية مناطق الشيعة. وقال عن الأستاذ ألفريد رياشي بأنه هو يزور الضاحية الجنوبية، الأمين العام للمؤتمر الدائم للفيدرالية. وهلأ دكتور ألفريد رياشي بده يرد معنا باتصال على هذا الكلام. صباح الخير دكتور، تفضل. صباح النور جوزيفين، تفضل. أنا عم بسمعك. صباح النور. أوكي. بدك ترد على الكلام اللي صدر مبارح عن زميلنا محمد بركات لحتى يعني عن موضوع حضرتك وعن موضوع الفيدرالية وذهاب حضرتك إلى الضاحية أو حار تحرير. أكيد. أول شيء بدي رد على هالصويحتي وعلى مشغله، أي إنه هذا المشنوع. أستاذ ألفريد خلينا نبلش من البداية. لحظة من البداية، قبل ببداية هذا الاتصال. محمد بركات صحافي حكي معنا ببرنامج الحدث على قناة الجديد، حكي معنا بالسياسة، ما حكي معنا باسم حدا ولا باسم شغله حدا، حكي بالسياسة. لو سمحت يكون ردك بالسياسة بس، لا أكثر ولا أقل. على كل حال، هذا الشخص ذكر أني زرت الضاحية عدة مرات، أكيد هذا الشيء كذب، لأنه حديثا كان في زيارة وحدة ونشرناها على وسائل الإعلام، وكان لها علاقة بتسليم المقررات تبع المنتدى الدولي اللي صار ب 12 و 13 و 14 حزيران تحت عنوان طريق السلام، وكان فيها بنود متعلقة بتبني النظام الفيدرالي والكونفدرالي بين دول الشرق على نطاق الاتحاد الأوروبي، وكان في زيارات وعم بتصير زيارات مماثلة لقوى سياسية ثانية. يذكر انه بالمنتدى الدولي اللي عملناه كان في كلمه لمعارضه ايرانيه كان من الكوادر اللي ساهمت بثوره الحجاب اسمها بيسي شماري، واللي كان عندها كلمه اساسيه بالافتتاح للمنتدى اللي حصل. سابقا كان لنا مبادره واعلنا عنها كمان، لانه كل شيء بنعمله بالضوء ما بنخفي شيء، مؤلفه من 4 نقاط صارت كنت أنا مبادر فيها أو وسيط كمان فيها بين الولايات المتحدة وحزب الله، وهالمبادرة مؤلفة كانت من 4 نقاط قطع منها النقطة الأولى يلي هي النقطة المتعلقة بملف الترسيم، واللي نتج عنها بعدين ما عرف باتفاق الإطار على أيام ديفيد شينكر. ثانيا ذكر الشخص اللي كان موجود مبارح عن انه محمد بركات الصحفي الزميل محمد بركات، نعم، قال انه الفيدرالية تقسيم، علما انه بنعرف انه الفيدرالية هي توحد مؤسسة، هي نظام موجود بأرقى الدول بالعالم، ونحن هدفنا نحافظ على الكيان مش نقسم، بالعكس نقرب الناس لبعضها. ثالثا حاول يصور انه طرح الفيدرالي الاتحادي هو طرح مسيحي، وكمان هذا الشيء مش صحيح، لأنه اليوم أكثرية الفيدراليين صاروا من المسلمين ومن الدروز والكوادر عم بحكي، وكل يوم عن يوم عم بينزيد، ونحن طرحنا بالنهاية لبناني هدفه يحافظ على لبنان، هدفه يحافظ على 10452 كيلومتر، وهدفه يوحد ومش يقسم. أكيد نحن ما عندنا مشكل حدا يحكي بأي موضوع، اللي عنده أي سؤال بعدين نحن أكيد بالتصرف جاهزين لأي جواب،
ولكن ما بدنا كمان في ناس كثير اليوم بيستعملوا سياسة كذوب 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 لتصير الحقيقة كذب والكذب حقيقة. هلا كل الناس عندها آراء دكتور، يعني الناس عندها رأي من الفيدرالية، في ناس بتناصرها مثلك وفي ناس ما بتناصرها مثل غيرك، وبالتالي يحق للجميع أنه ينتقدوا هذا الطرح وأنه يناقشوا فيه بكل راحة، ما بالضرورة اتهام الجميع بالكذب لحتى إذا ناقشوا موضوع الفيدرالية أو هذا المشروع. بدي أشكرك. مع أي نقاش بني نحن بس يكون بعيد عن التكاذيب والإفتراءات. بدي أشكرك. حضرتك بتشكر قناة النيو تي في لأتحتنا. بدي أشكرك الأمين العام للمؤتمر الدائم للفيدرالية ألفريد رياشي على هذا الرد. بدي أرجع لألك أستاذ سيمو أبو فاضل، شو رأيك؟ لا دكتور ألفريد بعرف حد هو هيك أسلوبه وانه حامل اللواء الفيدراليه، هلا الاتهامات بين بعضهم هذا موضوع اخر. هلا هو بحق له يحمل اللواء الفيدراليه وبحق لغيره ما يحمله. لا فهمت بس عملك اتهمت، انا ما عملك، انا ما حكيت عن بالاتهامات. اتهامات يعني انه عم بتبين انه له خلفيه، كل واحد بنطلع يعني من معطيات عنده اياها تجاه الاخر. نعم. بدها الاسئله. نعم. يعني. طب قبل ما نخلص هذه الحلقه، اداء منصوري وسيم منصوري اللي هو حاكم هلا حاكم مصر في لبنان، كنت عم تقلي انه هذا قرار الرئيس بري، والرئيس بري ما بده يحمل هذه المسؤوليه، ومنصوري ما بده يحمل هذه المسؤوليه، والكل هلا رايح لحتى بالدعوه، يعني هن تحديدا الى تعيين حاكم، وهذا الشيء اللي كان عبر عنه الرئيس بري بالاساس، وبعدين ما زبط بجلسه لانه حتى حزب الله رفض. اليوم وين رح نوصل بهذا الاداء في حال نفذ وسيم منصوري ما يقوم به؟ نحن لو رايحين خليني لك نقطه، يعني البانيك اللي عملوا نواب الحاكم ما لهم حق فيه. ليش لهم حق فيه؟ خلينا نطلع على البلد شو عم بيصير، نشوف قائد الجيش انه كيف وقف على اجراء، كيف قطع، خلينا نحكي وقائع. خلينا يعني انا بقول مرحله، نحن رايحين على مرحله امنيه اذا بقي هالفراغ، لانه اللي شفته امبارح هيك عم بتطلع امبارح عم شوف مجلس الامن المركزي، لانه ما في بنعمل اليوم مجلس دفاع اعلى، مجلس الامن المركزي يعني كانه هو اليوم يعني اللي هو ضابط الوضع بالممكن. نعم. يعني لانه القوى السياسيه مش عم تعمل مش قادره تعمل اي واقع، بتطلع قائد الجيش جوزيف عون وقف على اجراء قدر قطع مرحله معينه المؤسسه. الأجهزة اللي عنده مديرية المخابرات ما راحت اليوم على أي أعمال، عم نحكي تجاوزات ومخالفات، عم نحكي يعني أنه اليوم حتى العميد منصور توني قهوجي ضابط إدمي، أنا بدي أسمي حرفيا. نعم. لأنه هيدا مرة عم ينحكى فيها قوى الأمن اليوم كان فيهم اليوم يقولوا نحن عجزنا كمان بين عماد عثمان وبين خالد حمود محافظ الألقاب كلها مستمرة. بدي أعطي مثل، إجا اليوم ضباط اثنين على المؤسسات مؤخرا، قال لك ليش بدي احكي عن وسيم منصوري؟ اجى اللواء ياسر البيسري على الامن العام، ما قال انا ما بدي اتحمل وبدي فل وما فيني احمل ملفات. نعم. اجى حديد هلا يبين ناجح، راح بمهمات على قطر، راح بمهمات على سوريا، راح اجتمع مع اميه بالمحل باللعب المحليين، بين انه قد الحمله. ليش ما عايشه؟ ما بعرف، قال لي بحب السلطه، كل الناس بتحب السلطه. اجى ضابط جديد على امن الدوله العميد حسن شقير، بالنتيجه راح على العراق زاد كميه النفط، بيلعب ملفات امنيه على امريكا، عم بيحكي وقائع. تقلي قديش معاشاتهم؟ ضباط كادرات ناجحين. وسيم منصوري قديه معاشه؟ 16 معاش بيقبض بالسنه كذا الف دولار، مع كل شهر بيروح لبرا ثلاث اربع ايام كذا الف دولار بالنهار. هودي بلحظه معينه بلش عيب، ما بيجوز، مش عم نحكي بهالعفويه، انه هيدي نوع من الفساد القائم. هو نواب الحاكم اياد سلامه غلط، ايه حسبوه، ما عم نحكي عن اياد سلامه، بس انه عم بعطيك مثل انه خيي هيدا ضابط او هيدا اثنين او هيدا ثلاثه عم انه حاملين على ما هربوا، ما قالوا نحن بدنا نهرب ما بدنا نستلم، مش معناتها كل انسان بحب المسؤوليه. في ناس انا بعرف ضباط بقول لك ما بدي اعمل قائد لواء، بدي خيي انا بدي اخذ معيش وفل على البيت. طب هيدا البانيك اللي عاملينها بالعالم. طب انت شو دورك انه لك ثلاث سنين تقبض هالكميه من المعيشات انت والاربعه الباقيين؟ هيدا لانه له علاقه بالمحاصصه، منجيب شخص مش مسؤول بنحطه بهذا المكان. هذا النظام لن يصح بالمستقبل، ما بقى فيك تجيب عالم هيك. مين ما يجي حاكم ما بعرف انا مين من بيعينه، بس انه يجي واحد يعمل بانيك بوقت اللي هو مفترض كان، لو مات اياد سلامه قبل شهرين حادث السياره عفوا او يعني صار معه شيء، لحظه بتقعدوا تتفرجوا عم بيحكي انه هاي المحاصصه. نعم. هلا اليوم عامل بانيك بوضع العالم، بس تقول لك انه بده يجي رئيس يقعد على الطاوله يقول، بس هو بالاقتصاد يعني في كلام عن انه ما يقوم به هو صح، يعني هو اللي لازم يقوم فيه، لانه الحل
الأزمة كان لازم يقولوا قبله معه حق، لازم تصير بمكان تاني مش بتمويل بين أموال. ليش ما عملوا قبل؟ ما هو لو عملوا قبل ومنع رياض سلامة، مش غلط يمنع رياض سلامة، كان حمل ودايع. يعني وقت كان الرئيس ميشيل عون عم يدعي على بعبدة ويقول لهم الحدود مفتوحة وبدنا نعمل دعم للبنزين اللي عم بروح على سوريا، وراح 40 مليار أو 20 مليار، ليش وسيم منصوري وعياش وغيرهم وشاهين ما حكيوا؟ ما هودي مسؤولين، هن مع رياض سلامة مسؤولين، ما عم برق رياض سلامة. أنه اليوم عم تقول أنا كل العالم مسؤولة، بس بلحظة بيجي واحد بقول لك ما خصت ببلش عمو جديد، هذا عم بحكي أنا، أنه أنتم شو دوركم؟ مشان هيك بكرة ما لازم يجي رئيس جديد بالبلد مع رئيس حكومة أنه بننسى شو فيه، لا في محاسبات لازم تستمر. 70 مليار اللي راحوا مين مسؤول عنهم؟ رياض سلامة وآخرين، لازم تنفتح الملفات كلها سوا. شكرا لك. ميرسي. رئيس تحرير موقع الكلمة أونلاين أستاذ سيمو أبو فاضل، شكرا على حضورك معنا اليوم بهذه الحلقة، أهلا وسهلا فيك مجددا. شكرا مشاهدينا على المتابعة والإيقاع.